أليهاسيو يوربون، السلام عليكم and welcome back everyone بحلقة جدا مهمة لجميع الأرمي، لأنه بصراحة مؤخرا وصلتني هواية أسئلة. بليز، كيف ممكن أقنع أهلي بفرقة BTS وكيف أخليهم يحبوا فرقة BTS ويخلوني أقدر أسمع أغانيهم وأشتري أغراضهم؟ السؤال العلم، ترى أهلك أو المجتمع اللي حواليك مش مجبورين إنهم يحبوا فرقة BTS لأنك أنت بتحبيهم، لأنه الناس أذواق. لكن أنا بضمن لك إذا طبقتي النقاط اللي رح أتكلم عنها بحلقة اليوم، أهلك والمجتمع اللي حواليك رح يصيروا يحبوا فرقة BTS تقريبا من 70 إلى 80 وممكن 90%. وأنا طبعا بتوقع إذا طبقت النقاط حرفيا أهلك رح يصبحوا آرمي. لذا آرمي، جاهزين نبدأ؟ لكن قبل ما أبدأ، ما تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس، وهم بعد نشر الحلقة على السوشيال ميديا على مود كل الأهل الموجودين داخل البيت يحبوا فرقة BTS، وهم بعد كل اللي حواليك من جيران، أقارب، طلاب، طالبات، معلمات. إذا أنت طبقتي كل النقاط هاي right now، بضمن لك إنه الكل رح يحبك أنت، ومن خلالك رح يحبوا فرقة BTS. أوكي أرمي، هسا قبل ما نقنع أهلكم وأي شخص إنه يحب فرقة BTS، خلونا نعالج الخلل الموجود فيكم. يس، فيكم انتو. اذا عالجنا هذا الخلل، انا بضمن بانه باقي الخطوات بتصير كثير سهلة. اولا، اذا انت بتحبي فرقة BTS، لازم تحطي في بالك بانه مش فرض ولا اجباري انه كل شخص حواليك يحب فرقة BTS، لانه الناس اذواق. انت مثلا بتحب الكوري، بس يمكن اخوك او اختك او امك او ابوك بيحبوش الكوري، بيحبوا الهندي، بيحبوا التركي، بيحبوا الإسباني. فكل شخص عنده ذوق معين، لذلك لازم تحترمي ذوق غيرك مثل ما أنت بدك الناس تحترم ذوقك. ثانيا، إذا أي شخص أساء لفرقة BTS، ردة فعلك رح تحدد مدى تأثير الكيبوب عليك إذا كان سلبي ولا إيجابي. يعني إذا إجا أبوك أو أخوك أو أختك أو بنت عمك أو عمك أو أي شخص غريب سب أو أساء لفرقة BTS، ترى ما في داعي إنك أنت تعمل حرب عالمية ثالثة. بالعكس، هم قاعدين يستفزوك، بس أنت خليك ذكية. ردة فعلك، بحترم رأيك، أنت حر. بالنهاية هم ما أذوك ولا سبوك ولا أهانوك ولا بيعرفوا بوجودك بالحياة، فأتوقع أنك أنت تسبهم ظاهر من الغيرة من عندك، أنت بتغار منهم. أوصل للي هم وصلوا له، أو أنت أوصلي للي هم وصلوا له، بعدين تعال انتقديهم. مش تقعد تسبي وتشتمي وتضربي وتصرخي وتفوتي باكتئاب. نو أبدا، خليك ريلاكس. سبوا فرقة BTS لن يؤثروا على فرقة BTS أبدا. أساءوا لفرقة BTS، ترى يعني ايش يا ايش ساو ايش ساو ايش ايش في ايش في، انت حسستيني انه اذا سبوا فرقة BTS انهاروا فرقة BTS. كلا، BTS ما زالوا، وعادي انه نلاقي ناس تكرههم او ناس تنتقدهم، لكن ردة فعلك هي رح تحدد مدى تأثير الكيبوب عليك. خليك ذكية، خليك إنسانة واعية بردة فعلك. امسكي أعصابك، ما يخالف، فوتي جوا الغرفة، صيحي مثل ما بدك، بس أمامهم لا تنهاري، لا تنفعلي، لا تنعجقي. ريلاكس ريلاكس يا بنتي. ثالثا، وهي نقطة كلش مهمة، لا تكوني مهووسة أو مجنونة بشيء اسمه BTS. يعني إذا فجأة سمعتي أغنية فرقة BTS وانت قاعدة مع أهلك تنجني، ريلاكس، سيطري على أعصابك، اهدي. إذا فجأة لقيتي مثلا بوستر أو صورة أو أي شيء من ممتلكات فرقة BTS بأي متجر، لا تنجني وتنهبلي وتقعدي تبكي وتصيح وتضربي حالك، والناس تقول إيش مالها المجنونة هاي، مش عارفين شنو السالفة، وانت لحالك بس اللي قاعدة تنجني. ريلاكس، بدنا نهدى. أوكي، يمكن في بعض منكم مهووسين، لكن الناس اللي حواليكم ما بتعرف الشي هاد، ورح تاخد فكرة سلبية عنكم انتو، ورح يكرهوا الفرقة لأجلكم. يعني رجعنا لنقطة بأنه ردة فعلك هي رح تخلي المجتمع يكرهوا فرقة BTS بالطريقة هاي.
وبالنسبة للنقطة الرابعة، لا تهمل دراستك أو تقصري في واجباتك، لأنه أول شيء رح يعيروك في أهلك بي تي اس. انت أخذت صفر بسبب الكيبوب وبي تي اس، انت رسبتي بالمادة هاي بسبب فرقة بي تي اس، فلذلك أهلك رح يكرهوا فرقة بي تي اس. هم مش عارفين كم شخص من فرقة بي تي اس أو شو أسمائهم، بس هم كرهوهم، انت السبب. لا تقصري بدراستك، ادرسي وعادي استمعي لأغانيهم وشاهدي كليباتهم، لكن اعدلي، مش كل وقتك بس فرقة بي تي اس. كيف تعمل ستريم وتشاهدي اخبارهم ولايكات وكومنتس؟ بليز، انت عندك حياة، وفرقة بي تي اس عندهم رسالة اللي هي love yourself، مش تعبدينا. فاذا انت اهتميتي لدراستك وتفوقتي وبنفس الوقت كنتي تسمعي لفرقة بي تي اس، متأكد 1000000% بانه امك ابوك اخوك اختك مش رح يجوا يعيروك يقول لك ها بي تي اس هم السبب، هم اللي دمروكي. بالعكس، رح يسمحوا لك تسمعي اكثر وتشاهدي اكثر، وممكن يشجعوكي هم بعد. ارمي، النقطة الخامسة، دمار شامل تبكي في الزاوية. اذا اكو شخص سألك من هو مثلك الاعلى وقلتي فرقة بي تي اس، انت جبت العيد، انت جبت الحلقة الاخيرة. اوكي، من الداخل احنا بنعرف بانه مثلك الاعلى فرقة بي تي اس او بلاك بينك او توايس او اكسو او اي شخص من اعضاء الفرق هاي، لكن الشخص المقابلك عم بنتظر جواب يكون كبير مهم بالنسبة له. فرقة بي تي اس هو بعرفهاش او ماخد فكرة غلط، يجي يفكر بانه هاي الفرقة اللي هو ماخد فكرة غلط عنها مثلك الاعلى. جبت العيد، ما تذكر الشيء هاد أمام أهلك، أمام أقربائك، أمام أصدقائك، صديقاتك، بالصف، أمام المعلمة. فلذلك نصيحة مني، اختاري شخصية مهمة مؤثرة بالعالم الكل بعرفها والكل بحبها والكل بحترمهم، وخليهم مثلك الأعلى أمام الناس، لكن بينك وبين نفسك انت مختاري من هم مثلك الأعلى فرقة بي تي اس، لأنه كلنا نعرف فرقة بي تي اس من الصفر صنعوا العالمية، من لا شيء صنعوا كل شيء. وبالنسبة للنقطة السادسة والأخيرة، لا تكوني منعزلة وانطوائية ودراما كوين وطول الوقت مشغلة أغاني فرقة بي تي اس ومتدمرة. لا، ايش دعوة، ترى أغاني فرقة بي تي اس بيها أمل، بيها تفاؤل، بيها كيف انت تشتغلي على نفسك، كيف تكون عندك طموح، حياة، love yourself، اختلطي مع اهلك، كوني انسانة المشاكسة المحترمة، مش مشاكسة، لا، مشاكسة محترمة، عاملة اجواء، البنت الواعية الناضجة اللي بتحب نفسها، بتشتغل على نفسها، بتساعد غيرها. يعني انت حاولي طبقي اغاني فرقة بي تي اس، رسائل فرقة بي تي اس عليك انت، مش تكوني انسانة منعزلة وانطوائية ودراما وابوي وامي واخواني مش فاهميني. على فكرة انت السبب، اخرجي من هاي القوقعة، من هذا التفكير المنغلق، اطلعي برا، افتح الباب، اتعرفي على اهلك، اتعرفي على امك، على ابوك، على اخوك، على اختك، شوفي كيف عقليتهم، كيف بفكروا، كيف بدي انا احتويهم، كيف بدي أكون أنا البنت النخشة، البنت اللطيفة اللي أبوي رح أخليه يحبني، اللي أخوي رح أخليه يشيلني بعينيه، أمي بدي أخليها تلف هيك يعني وتركض زي المجنونة. لا مش هالدرجة. عرفتوا شلون؟ خليك الإنسانة الحبابة بالعيلة، إذا شافوا هذا الشيء وإذا فعلا حسوا بأنك أنت إنسانة ناجحة، إنسانة طموحة، عقلك كبير، واعية، ناضجة، بعيدة عن الغلط، عن الانحراف، وعم تسمعي اغاني فرقة بي تي اس، رح ياخدوا الفكرة الصحيحة بانه انت عم بتساوي شيء صح، وانه هاي الفرقة يمكن اثرت عليكي اللي خلتك تخرجي من هاي القوقعة. بلاها الدراما كوين، بلاها الانطوائية، فهاي النقطة جدا مهمة.